الآن إلى موضوع أيضا فرض نفسه في ظل تداعيات هذه الجائحة، وهو التعلم المفتوح في زمن كورونا. طبعا التعلم المفتوح ليس يعني استثناء في زمن كورونا، لكن ربما فرضته أكثر، يعني جعلت به أو دفعت به في موقع الصدارة موضوع كورونا هذا، والحجر المنزلي والتباعد الاجتماعي والتباعد المجتمعي. لكن هل سيكون الاهتمام به مجرد مرحلة استثنائية تخص تداعيات كورونا، أم أنه بالفعل سيخرج من هذه الأزمة وهو ربما منافس للتعليم التقليدي؟ هذا ما يعني بعض محاور التي سنطرحها على ضيفنا الكريم الدكتور سمير الوسيمي، استشاري الإدارة الاستراتيجية والتطوير. دكتور سمير، أهلا بك معنا. مرحبا، اهلا بك يا استاذ ايمن وضيوفك الكرام والمشاهدين جميعا. اهلا بك يا دكتور سمير. دكتور سمير، مبدئيا التعليم المفتوح يعني هل سيكون استثناء بهذه الأهمية في هذه المرحلة، ام انه سيخرج كمثل اشياء اخرى، يعني اكثر قلقا واكثر احتياجا واكثر حتمية فيما بعد الأزمة؟ اسمح لي في البداية أعبر عن يعني دعائي الكامل لكل مرضى الكورونا والمصابين بالكورونا على مستوى العالم، وكل المرضى من أي مرض آخر، تمنياتي لهم بالشفاء العاجل إن شاء الله بإذن الله قريبا يعني، وتنزحل الأزمة عن العالم كله. في الحقيقة الديبيت والنقاش اللي حضرتك بتقوله ده هو دائر في الدنيا كلها، وأكيد كلنا كل يوم بنصحى على مقال بشكل معين بيتكلم عما بعد أزمة الكورونا، العالم سيتغير، هل ستحدث تغييرات جوهرية أو لا. فده مثار نقاش، وكتير من المراكز البحثية كتبت فيه وتكلمت عنه واهتمت به اهتمام كبير. خليني بس أكد على عدة معاني. رقم واحد، كل الأحداث الكبرى اللي حصلت على مر التاريخ صاحبها تغيرات كبرى أيضا على قدر الأحداث. التغيرات دي طالت مجالات كتيرة، اللي منها ممكن يكون مجال التعليم أو غيره. هارفارد بيزنس ريفيو، دي إصدارات بتصدرها هارفارد في تخصص إدارة الأعمال تحديدا، يعني ليها تقرير في هذا الشأن، سألت السؤال اللي حضرتك سألته ده يا أستاذ أيمن، واتكلمت فيه إن إحنا قدام فئتين رئيسيتين في العالم. فئة تقليدية بتتكلم عن ان احنا قدام ازمة، وبالتالي كل ما يحدث الان هو وليد الازمة وسينتهي مع الازمة. تقليدية بمعنى انها لا تحب ان نذهب الى حالة التغيير اللي ربما تفرض هذه المرحلة او هذه الكارثة او هذه الجائحة. هنرجع تاني للتعليم النظامي العادي، التعليم الاونلاين او الالكتروني هو لاحق وليس متقدم وليس مساوي للتعليم التقليدي، هو بيجي في ظهره يعني او في خلفه. الفئة التقليدية دي بتنظر النظرة دي، اما الفئة الاخرى هي فئة أكثر تطوراً في الحقيقة من وجهة نظري، وأكثر معاصرة، وهي فئة ترى أن ما يتعرض له العالم الآن هو فرصة في مجالات كثيرة. هو كارثة من الجانب الصحي والاجتماعي، وفرض العزلة الاجتماعية والتباعد الاجتماعي وهكذا، وهذا أمر ربما يتطور مع اكتشاف اللقاحات والأدوية. أما في جوانب كثيرة جدا، ومنها جانب التعليم والتدريب الإلكتروني والتعليم والتدريب الأونلاين، شايفين ان دي فرصه كويسه جدا ان احنا كعالم، اقصد يعني كأسرة عالمية كبيرة، ان احنا نعيد حساباتنا مره اخرى في البنى التحتيه، في الاستعداد للمرحله القادمه، ان احنا نقوي من انفسنا ونعتمد هذا النوع من التعليم اللي هو اصلا في الحقيقه معتمد في كتير من الدول. احنا متاخرين والله يا استاذ ايمن عن قضيه، انا بتكلم طبعا عن مجتمعنا العربي، يعني احنا متاخرين في قضيه الاعتماد. في دول اعتمدت طبعا، منها دولة قطر، خلينا أقول إن دولة قطر لها قوائم معتمدة من الجامعات، ولها قائمة خاصة بالجامعات المعتمدة بالتعليم عن بعد والتعليم الأونلاين، وفيها عدد كبير من الجامعات يقترب من 100 جامعة على مستوى العالم، أغلبهم من أمريكا وبريطانيا وأستراليا والدول المتقدمة اللي فيها جامعات تحظى بأنظمة جودة عالية ولديها اعتمادات من أجهزة اعتماد كبيرة. إذن إحنا قدام فئتين، فئة تقليدية شايف ان احنا قدام ازمه والامر ده هينتهي والتعليم الالكتروني يرجع للخلف مره تانية خلف التعليم النظامي، وفئه اخرى ترى ان لا، احنا قدام فرصه ان التعليم الالكتروني ياخد مكانه
على قدم وساق وسواء بسواء وفي مستوى واحد مع التعليم النظامي، بل انه يبقى جزء من العمليه التعليميه، ان لم يكن كل العمليه التعليميه تتحول الى تعليم الكتروني لبعض الاشكالات التي تواجه ذلك حاليا، يبقى على الاقل ان هو جزء لا يتجزأ من العمليه التعليميه، انها تكون جزء نظامي وجزء اخر الكتروني، للمميزات الكبيره اللي حققها هذا النوع من التعليم على مستوى العالم للاشخاص وللمؤسسات في الحقيقه. طيب يا دكتور، إذا ما يعني تحدثنا عن الجانب الذي يقول أن التعليم الإلكتروني لابد أن يأخذ وضعه المنتظر في هذه الأونة، وأنه ليس يعني منافسا في هذه المرحلة الاستثنائية فقط، ولكنه من المفترض أن يكون موازيا أو بديلا أو حتى منافسا كبيرا للتعليم التقليدي بما تفرضه تطورات الحياة في المرحلة المقبلة، وقد اعتمدته دول أنت تقول مثل قطر مثلا، التوسع في هذا التعليم والتدريب الإلكتروني عن بعد في كل المجالات، هل هو مفيد بالشكل اللي بيحققه التعليم التقليدي، أم إنه من الممكن أن يكون مفيد أكثر منه؟ يعني ما له وما عليه مقارنة بالتعليم التقليدي؟ تمام، يعني خلينا اقول لحضرتك اوضح نقاط يا استاذ ايمن، ان هذا النوع من التعليم ما زال يواجه تحديات، يعني خلينا صراحه زي كتير من الحاجات الاونلاين اللي اتنقلنا ليها. لكن عشان اقرب الصوره للمشاهد، احنا خلال الشهرين اللي فاتوا او الثلاث اشهر اللي فاتوا كلنا عملنا بعض الانشطه الاونلاين، اللي منها مثلا الاجتماعات. انا عايز اقول لحضرتك ان اغلبنا الان بيتحدث فيما بينه في المحادثات الجانبيه وفي اتصالات التليفونات ان هو حقق انجازات كبيره جدا عبر الاجتماعات الاونلاين، بل ان طرح تساؤل في بيئات الاعمال المختلفه يا استاذ ايمن، هو احنا ليه كنا بنعمل الاجتماعات الكتيره اللي هي مش اونلاين؟ يعني ليه مثلا كان يبقى في موظف نازل من مكتبه وبيركب عربيه ويعمل ترافيك ويدور على مكان يعمل فيه باركينج ويلبس البدله والجرافاته ويطلع يحضر اجتماع مثلا مع هيئه عامله مناقصه عشان تديله تقرير نتيجه المناقصه اللي هو عباره عن سطرين؟ ليه ما يتعملش الاجتماع ده اونلاين ويحل كل المعضله ديت ويتخفف عن اعباء الناس وشايفين بعض، وممكن نسجل الميتنج بالوسائل دي كلها، بقت ممكن تسجل كمان صوت وصوره اكتر من انها تبقى مجرد محضر اجتماعات. ليه ما يتعملش دوت طالما هو بيوفر الوقت والجهد والمال؟ كمان دوت في التعليم الالكتروني والتدريب، كتير مننا الان اشترك عبر منصات مختلفه وخد دورات، لم يكن لديه وقت ان هو يروح يحضر في زحمه الاعمال، اللي مدير في شركه واللي في قناه واللي في مصنع واللي في غيره. الان واحنا جالسين في بيوتنا قدرنا ندخل على منصات كتيره ناخد فيها دورات تدريبيه، اللي طور نفسه في الاكسل واللي طور نفسه في الميديا واللي طور نفسه في التصوير ويبقى يوتيوبر شاطر واللي كذا واللي كذا واللي كذا، كل دي مهارات اكتسبناها في فتره شهرين ثلاثه لمجرد ان احنا لجأنا الى هذا النوع من التعليم والتدريب اللي هو التعليم الالكتروني. هل هذه مميزات ام هل هذه عيوب؟ سؤال بيطرح نفسه من الاسئله الاساسيه، هل اللي نقدر نعمله بجهد اقل احنا ليه بنعمله بجهد كبير؟ ليه ما نخليش الجهد الكبير للامور التي تحتاج جهد كبير؟ طالما ان احنا نقدر نعمل هذه الماده اقدر اخدها اونلاين وانا قاعد في البيت، بدل ما اولادنا ينزلوا يحضروا 10 محاضرات في الجامعه ويرجعوا الساعه 2، ما يحضر سيكشن عملي مهم لازم يحضره في الجامعه وبقيه المحاضرات ياخدها اونلاين وهو موجود في البيت، امن لينا ولاولادنا ولبناتنا ولغيره. يعني اذا النهارده هو له مميزات كبيره جدا، زي ما بعض الناس بتطرح عيوب، ان لو التعليم اتحول الى اونلاين بالكامل قد نفقد الجزء الاجتماعي داخل بيئات الاحتكاك في المدارس والجامعات وهكذا، وهذه نقطه فعلا جوهريه لا يمكن ان حد يشكك فيها، لكن مردود عليها بامور كتيره جدا يا استاذ ايمن، منها مثلا هل بيئه المدرسه او الجامعه هي البيئه الاجتماعيه الوحيده اللي بيحتك فيها الطالب او التلميذ او كذا بالحياه الاجتماعيه؟ يعني ما بيروحش النادي مثلا، ما بينزلش في المكان اللي هو عايش فيه، في الشارع، في الحاره، في الكومباوند، في غيره، هل ما عندوش بيئه اجتماعيه اخرى يقدر يكتسب منها مهارات بخلاف المدرسه؟ ده لو افترضنا ان احنا سنلجأ الى التعليم الالكتروني بالكامل. اما وان احنا نقدر نستفيد منه في جزء من العمليه التعليميه وليكن 30% 50% حتى 70% اذا احتجنا في بعض الكليات النظريه او غيره، اذا في مكاسب كبيره. لكن ما نحتاجه في الحقيقه يا استاذ ايمن والتحديات اللي بيواجهها هذا النوع من التعليم، اربع تحديات كبيره كبرى. واحد، ثقافه الدول، ان مش كل الدول على قدم من وساق، اللي موجود في امريكا وبريطانيا من 20 سنه واتنقلنا الى مجال التعليم الالكتروني والمعتمد وغيره والشهادات معتمده ومعترف بها حول العالم، الى دولنا العربيه اللي هي لا تقبل في كثير من الاحيان هذا النوع من التعليم.
دي ثقافة الدول لازم تتطور وتتغير. الثقافة المجتمعية، المجتمع نفسه بينظر بشكل ليس مكتمل للتعليم الأونلاين، اكتسب دوت من ثقافة الدولة اللي كانت بتقول له ده مش معتمد، وبالتالي حتى بقى الطالب أو المدرس أو الموظف حتى اللي رايح ياخد دورة أو ياخد شهادة أونلاين ساعات بيواجهوا تحدي جوه نفسه إن يقول هل هيعترفوا لي بالشهادة دي ولا لأ. إذا في ثقافة مجتمعية في إشكالية. البنية التحتية، هل الدول الآن في تحدي عندها بنية تحتية في مجال الاتصالات وفي مجال الإنترنت وخلافه إنه يتحمل إن أنت تبني عليها المنظومة التعليمية والتدريبية؟ ده أيضا تحدي واحتياج. رقم أربعة والأخير هو القدرة على التطبيق. المسألة مش مسألة مدرس يا أستاذ أيمن قاعد قدام شاشة وبيقول للناس مجموعة كلام 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 هو ده التعليم عن بعد، لا أبدا، ده بيئة تفاعلية بالكامل فيها احتياج للتواصل مع الطالب، استشعار احتياجاته، جوانب الضعف وجوانب القوة اللي عنده. إذا نحتاج إلى تدريب كل الكوادر، الطالب، المدرس، الإداري، المدير، كل الناس على آلية التعامل مع هذه البيئة طيب الإلكترونية في التعليم عن بعد. الأربع نقاط دول أنا شايفهم تحديات واحتياجات، لكن يمكن محاور أربعة الكلام تحكم هذا عن الموضوع. القدرة والقدرة. اتفضل يا فندم. لو اجتمعت الإرادة والقدرة يمكن تلافي هذه التحديات. نستقبل بعض المداخلات يا دكتور بعد إذنك. جعفر من الأردن، تفضل أخي جعفر. الطلاب تعالوا صف بنتي والحمد لله جابوا نفس العلامة نفس المعدل كلهم 96، فالمعلمة لغت الامتحان لغت الامتحان. ايوه الو جعفر من الأردن. اسمعك ليه لغت الامتحان؟ يعني الامتحان بعد، هلا بعض المناطق ما فيها نت في الوطن العربي، بعض المناطق ما فيها خدمة. أحد الامتحانات، أعطيك مثال عن بيتي أنا، إنه الامتحان اللغة العربية كل الطلاب 33 احكي للدكتور جاوبوا 96%، فلقيت المعلم الامتحان اللي احنا بضوابط ومراقب ومش عارف ايش وكاميرات وفي غش، فكيف انت لما بتكون بالبيت لوحدك يعني شايف كيف؟ انا بنقل ابني وزوجتي بتنقل ابني، يعني تحملنا على شوي الدكتور، انا متشائم دائما، كله بعطي المثاليات، طب بعض المناطق الاردن ما فيها نت، يعني كيف بيمتحن نت؟ انا مش عارف يمتحن نت يعني، ف بضوابط وبعصاه، انا مدرس سابق، وبعصاه مش ماشي الامور، هلا بنيجي بدقيقتين، شهرين، بدنا نفرض على الناس، يعني لو بدي اعلم ابني انا مواد انشائيه، اوكي انا بدرسه، عربي، دين، اجتماعيات، تاريخ، مواد علميه بده صف وبده تفاعل وبده فوارق طلاب وبده مين شاطر ومين مش اشطر حتى تعرفوا توجهوا. اما هلا بالبيت لما انا بغشه يا رجل تتحملني، يعني جزء منه بعرف على المصحف كذب، على المصحف بعرف كذب، وقفت على انه ما غش ابنه بالبيت، ما بعطيه دورات بالغش جوات البيت مثلا دكتور، يعني هاي الامور يعني الفضوليه والله اخ جعفر انا اعتقد سمعتك في مداخلات قبل ذلك يعني واقعي جدا. يعني الامور شكرا يعني اخ جعفر من الاردن، بحترم كل الدكاتره يا ريت تكون طيب وصلت فكرتك يا استاذ جعفر يعني بشكل لذيذ، ويعني يا ريت يكون الدكتور سمير الوسيم يكون سمعنا للرد عليه. معنا انس من غزه، استاذ انس السلام عليكم. الو، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يعطيك العافية، صباح الخير. اسمعك أخي أنس تفضل. أنا بدي أتكلم على أنس من غزة، فبدي أتكلم على سلبيات التعليم الإلكتروني بالذات في مدينة غزة. بنعاني كثير إحنا شوية ظروف منها الكهرباء والنت في غزة. وفي شغلة تانية بدي أتكلم عليها صراحة، موضوع ضعف أو ما فيش وعي بالنسبة للتعليم الإلكتروني بالنسبة للطلبة وبالنسبة للمدرسين داخل الجامعات. يعني إحنا الآن من بداية أزمة الكورونا تم فرض التعليم الإلكتروني على جميع الطلبة وجميع المدرسين، الكل حتى الآن مستمر، لكن بالنسبة للمدرسين كتير من المدرسين ما بفهموش أو ما عندهمش الخبرة الكافية إني يوصل المعلومات للطالب،
ويقدر يتواصل مع الطالب، أمورهم يعني مش ولا بد. وبالنسبة للطلاب أيضا أمورهم برضو صعبة جدا، الكهرباء دوبها أصلا بتيجي 8 ساعات في اليوم، دوب يكفي يحضر محاضراته، دوب يكفي يمشي التكاليف شوية تكوزات. حتى الآن إحنا بنمر في التسميع، في عندنا نظام مادة القرآن مثلا نظام تسميع، بنعمل نظام إلكتروني، فالأمور صعبة جدا من ناحية الطلاب. عكس الكهرباء والإنترنت ضعيف جدا في غزة موجود. وبالنسبة للمدرسين زي ما قلت إنه يعني صعب جدا، فيش وعي. كان المفروض من فترة إنه يتم التدريب. أنا كطالب تكنولوجيا معلومات موجود داخل الجامعة يمكن أموري أحسن من غيري لأني متعود أو متأقلم على الإشي، لكن أغلب الكليات أمورها صعبة جدا، وكتير كتير بشوف مناشدات يا جامعة ليش بتعمل فينا كده، ليش أمورنا كده، فالأمور صعبة جدا. أعانكم الله. طبعا وضع غزة دائما وضع استثنائي، و يعني الحصار المفروض عليها طبعا أكيد مؤثر فيها جدا، الكهرباء والإنترنت على وجه الخصوص من القطاعات المتأثرة جدا في غزة. أشكرك شكرا جزيلا أخ أنس. طيب بالعودة إلى الدكتور سمير الوسيمي، استشاري التسويق الدولي وتطوير الأعمال. دكتور سمير، يعني أنت سمعت الأخ جعفر من الأردن وهو يعرض المشكلة بشكل يعني في نوع من الطرفة، أنه يعني في النهاية يعني أولا سنفقد التفاعل والتنافس بين الطلبة وبعضهم، هذه الشخصية التي تتولد علميا في بيئة التعليم في الجامعات أو في المدارس. أيضا تحدث أنه غير واقعي، يعني حتى الامتحانات من الممكن يقول لك يحلف على المصحف وهيغشش أولاده أيضا أنه يريد لهم المصلحة، يعني الأولاد الثلاثة يقول لك أو بناته حصلوا على 96% كلهم ولا 97%، يعني نفس الدرجة لدرجة أنه تم إلغاء الامتحان أصلاً لهم. نعم، سمعت طبعاً الكلام وابتسمت زيك تماماً يا أستاذ أيمن. خليني بس أكد على عدة أمور. إحنا بنتكلم مش في الفراغ، أنا بأكد على ما أكد عليه الزملاء من مشكلات، سواء الأستاذ جعفر أو أستاذنا الزميل اللي اتكلم من غزة. كل دي إشكالات وتحديات أنا حتى أثرتها في الحلقة، قلت إن إحنا جايين متأخرين على هذا المجال. لكن السؤال اللي بيطرح نفسه، هل في التعليم النظامي الطلبة ما بتغشش أحياناً؟ أحياناً ما بيحصلش غش وجماعي كمان، والطلبة تلاقيهم جايبين في المادة دي تقريباً كلهم زي بعضهم 90% ولا 100%، ولا الإجابات الناس اللي بتبقى الأساتذة في الكنترول بيبقوا شايفين ده. هل ده معناه إن إحنا نلغي هذا النوع من التعليم، ولا معناه إن في إشكالية في الممارسة؟ في إشكالية في الممارسة من مدرس، من مراقب، من مدير مدرسة، من مدرسة بعينها، من مديرية التعليم بعينها. هذه الإشكاليات موجودة حتى في التعليم التقليدي يا أستاذ أيمن. إحنا بنتكلم على مرحلة التقييم العادل، هو اللي ما يبقاش على الوضع الاستثنائي، يبقى على الوضع الطبيعي. احنا الان بنناقش هل ما بعد الكورونا يمكن بناء بنية سليمة للتعليم الالكتروني والنظام التعليم عن بعد والتدريب عن بعد علشان يدخل في حياتنا. هو ده السؤال، لان لو اتبنت البنية بشكل صحيح هتبقى النتائج بشكل افضل من الوضع الحالي. زائد ان احنا بنقارن على ما تعودنا عليه يا استاذ ايمن، كل احنا بشر، يعني انا تعودت على النظام ده، هتيجي تقول لي النظام التاني هقول لك مش نافع، وده إجراء برضو طبيعي بيقولوه أغلب الناس في المنطقة العربية. لكن لما تجرب ده زي ما قلت من شوية، أثرت موضوع تجربة الاجتماعات اللي من المنزل أو تجربة ممارسة كتير من الأعمال من المنزل، اكتشفنا أن مش محتاجين نروح نعملها من الشغل. طب ده اكتشفناه منين؟ لما مارسنا والممارسة طالت. هذه الممارسة مش أول مرة على فكرة يا أستاذ أيمن، العالم تعرض لده في 2003 مع مشكلة سارس، لكن ما كانش بهذا المستوى، فالناس ما قعدتش في البيت فترات، ودول كتيرة ما خدتش بالها من الإشكالية دي، لكن في دول خدت بالها من الإشكالية دي ومن ساعتها وهي بتجهز نفسها. عايز أقول لحضرتك إن هونج كونج مثلا وتايوان وسنغافورة من أقوى الدول اللي واجهوا الأزمة خاصة التعليمية الآن في مشكلة الكورونا. عارف ليه يا أستاذ أيمن؟ لأن هم من 2003 من ساعة مشكلة السارس كان ليهم أداء متميز جدا وطوروه، كانوا شغالين النظام الطبيعي. فإذن ده اللي عايز أقوله. حالة غزة مثلا برضو حالة استثنائية صعب جدا القياس عليها، الله يكون في عونهم يا رب على اللي هم فيه. يمكن الموضوع يبقى جزئي، يبقى كذا، إلى أن تتعدل الأمور للدولة ككل ولنظام الكهرباء والبنية التحتية. أنا قلت من شوية أن التحديات الأربعة كان جزء منها البنية التحتية،
ما لم تتوفر هذه البنية التحتية طبعا أنا أول واحد هيقول لهم هذا النظام مش هيبقى نظام جيد، يعني هيبقى فيه مشكلة. طبعا في منصات الآن بتشتغل أوف لاين يا أستاذ أيمن، يعني بيتحمل الملفات مرة واحدة وتقدر تشتغل أوف لاين بالنظام التفاعلي. الرد برضه على النظام التفاعلي، لا، النظام الإلكتروني فيه من طيب الأنظمة التفاعلية الكبيرة اللي بيحمس الطلاب وبيشوف الفصل كأنه أمامه تماما، والمشاركات الطلابية، بل بالعكس ده سمح لطلبة من دول مختلفة إنها تلتقي عبر المنصات الإلكترونية، وخلى فيه انتقال خبرات بشكل كبير يا أستاذ آمل. الموضوع عميق وكبير، مش مجرد فصل دراسي. اقول لحضرتك حاجه، مثلا رد على الاستاذ جعفر، عارف حضرتك الطلبه بتغش ليه في البيوت يا استاذ ايمن؟ عارف ليه؟ لان الناس عملوا نظام الكتروني لكن لم يجهزوا الاسئله بالنظام الالكتروني، بيشتغل على النظام القديم، اكتب من الكتاب وانقل وانقش. التعليم عن بعد ما فيهوش الجو ده، التعليم عن بعد حضرتك فيه نوع انواع من الاسئله التي تلائمه، لا يمكن معها ان هو يغش، صعب جدا. عارف حضرتك في الجامعات، كلنا مرينا في الجامعات بالموضوع ده، بالاوبن بوك مثلا. طب اختبار اوبن بوك، اختبار مفتوح الكتاب، بتاخد معاك الكتاب وانت داخل الامتحان، ايه مشكلته؟ طب غش. طيب لو تعرف، هو هذا النوع الذي يتلائم مع النوعيه دي، اوبن بوك. انا بقول للطالب ان ده اختبار اوبن بوك، افتح كتابك وقعد والدك جنبك وكل حاجه، لو تعرف تغش غش، مش انه صعب لكن انه محطوط بطريقه انه لا يعتمد على فكره ان انت بتاخد سطر من كتاب وتنقله، دي طريقه اختبارات موجوده. والنظام التعليمي طيب لما يتغير او تمام يتطور الى هذه الطريقه هيتطور معاه انظمه الاختبارات وطرق الحل وهكذا، فالمنظومه المتكامله هي اللي هتحل الاشكالات اللي بيقولوها الزملاء دي. طيب نستأذنك، معنا مداخله من صديق البرنامج الاخ عز الدين من الجزائر. اخ عز الدين تفضل. السلام عليكم أستاذ أيمن. ألو. وعليكم السلام. صباح الخيركم. والله التحية واجبة للأستاذ جعفر من الأردن، أشار إلى مشكلة عويصة وهي هي مشكلة تعليم الغش. هذا نقول شوف، احنا منهجية التعليم في العالم الثالث وخاصة الشعوب في البلدان العربية، عندنا تعليم يؤسس إلى تلاميذ يجعلهم كرجال آليين. عندك مع التعليم تاعنا نقول لك منهج تعليم معكوس. احنا في هذه نقولوا هذه التمارين يعطوا التلاميذ، يعطوهم يديروا تمارين في المنزل، وهذا التمرين في المنزل يؤسس للغش، فما بالك التعليم عن بعد؟ التعليم لابد ان يكون التعليم عن 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 نقولوا في مجمع. هل عليه من نجعلوا التعليم في المدارس حتى يتعلم الاطفال والتلاميذ المنافسه؟ هكذا انا نتعلم وليدي نعلمه في الدار نقدر. بصح هذه نقولوا الحاجه الاساسيه في التعليم في المدرسه، التعليم الجماعي هو المنافسه. لو كان ما تكونش المنافسه ما يعطيكش نقولوا تفوق ولا ابداع. وهذه نقولوا هذه منهجيه احنا عندنا في نقولوا قاعده التعليم معكوسه. لابد ان يكون الحفظ في الصغر كالنقش على الحجر، اما نقول لك التمارين تعميل الاعمال التطبيقيه تكون في المستويات، المستوى المتوسط والنهائي. احنا تابعت وعندي اطفال صغار يدرسون نقول في الابتدائي في المتوسط. في الابتدائي يعطوهم التطبيقيات، انت ما بالك يرحم شوف في الطور الثاني من التعليم الابتدائي يعطوه درس التكاثر، هذا تطبيقي، يعطوهم نقول عمليات حسابيه. وهذا هذا 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 نقول هذا التمارين في البيت تدفع التلاميذ الى الغش. وحنا في البكالوريا كل البلدان العربيه في البكالوريا لو لم تخرج تسرب مواضيع الامتحانات والله تسيب نسبه النجاح سيبها لا تفوت لا تفوق 5%. شكرا جزيلا اخ عز الدين من الجزائر. وحتى لو عيد هذه المحاور الدكتور سمير يسمع الاخ عز الدين. الرد بعد اذنك. تمام. الاخ عز الدين طبعا اثار الموضوع نفسه قريب لكنه برضه وضح حل. يعني هو بيقول ايه؟ المستوى في الابتدائي قد يكون صعب، يمكن في المتوسط واعلى. طيب انا قصدي اقول ان هذا جزء من الحل، يعني كل ما بيزيد الطالب في السن وفي العمر كل ما بيكون عندنا قدرة أكبر على إن إحنا ننتقل إلى التعليم عن بعد أو التعليم الإلكتروني تباعا.
يعني احنا متفهمين جدا ان الطالب في الصغر قد يواجه صعوبات مع التعليم الاونلاين اكثر من المستوى المتوسط او الثانوي، او طبعا ما الجامعه اكثر قربا من هذا النظام، وده منطقي جدا. ما حدش قال في حتى الدول المتقدمه على فكره مش مطبقينه بالكامل من اول ابتدائي، يعني كتير جدا في امريكا او غيره طلبه ابتدائي بيحضروا في المدارس من اول المتوسط وانت طالع، يعني بيبدا الانتقال تباعا الى مواد التعليم عن بعد، فده عادي جدا ومتعارف عليه. طيب في كمان دكتور تقنيات حديثه اسامه معلش اشير اليها بس، زي الفيرتشوال رياليتي مثلا، وحضرتك في الاعلام وعارف فيرتشوال رياليتي والاوجمانتد فيرتشوال رياليتي، الواقع المعزز والواقع الافتراضي المعزز، كل دي تقنيات حديثه دخلت على السيستم لدرجه ان هناك الان تجارب لجامعات في الغرب تدرس الطب عن بعد يا استاذ ايمن، مش فقط كليه الحقوق او نظريا او تجاره او غيره، لا ده احنا بنتكلم عن كليات الطب. يعني تشعروا في انه بيئه في بيئه عمليه بالفعل تجيب له القلب او الجسم، لان هذا محور سيظل يعني موضع مناقشه كبير. طبعا 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 طبعا، وانا قلت في الاول ان ما زال النقاش دائر على مستوى العالم لتطوير هذا النظام. طيب يا دكتور اخر سؤال وبعد اذنك اجابه مختصره، هناك مواقع كثيره جدا على الانترنت للتعليم عن بعد، في دورات، في تدريب، في شهادات جامعيه، يعني انت تعلم يعني كثره هذه المواقع، كيف أتحقق أنا وأنا أريد التعليم عن بعد من موثوقية هذه المواقع؟ ده شيء مهم جدا. نعم، وفي الحقيقة يعني طبعا في قطاعات استشارية يقدر الناس يسألوها ويعرفوا منها دكاترة وناس موجودة في المجال الأكاديمي والمهني بشكل عام تقدر تحقق منها، زائد أن في جامعات عريقة، يعني لك أن تتخيل أن هارفارد الآن عندها نظام للتعليم عن بعد، أكسفورد عندها، كامبريدج عندها، في مثلا جون هوبكنز اوبن كورس وير طبعا دي في الكورسز وكده، ايدكس، ودي ايدكس دي منصه معروفه جدا مثلا على سبيل المثال، ودي انشاتها اصلا هارفارد، يعني هارفارد مع ماساتشوستس انستيتيوت، معهد ماساتشوستس، هم اللي انشاوا ايدكس، ودي منصه طبعا عالميه معروفه. ام اي تي اوبن كورس وير برضو، ام اي تي من الحاجات المعروفه جدا في مجال التدريب ومجال الدورات المفتوحه سواء مجانيه او غير مجانيه، في مثلا كورسيرا ويوديمي ومنصه ادراك، دي كلها حاجات معروفه جدا في المنطقه العربيه. طبعا معروف اكتر مثلا معهد الجزيره للاعلام، مشهور وفتح الان كثير من دوراته مجانا للجماهير بالعربي وبالانجليزي عبر الموقع الالكتروني بتاعه. اكاديميه الشرق مثلا، الشرق اكاديميا، دي في المنطقه العربيه وبتقدم برامج في العلوم السياسيه والعلوم الاجتماعيه. اكاديميه اياسا في مقرها الرئيسي تركيا بتقدم برضو ملفات كثيره جدا في اداره المشروعات وفي الاداره الاستراتيجيه وفي برامج البكالوريوس والماجستير والدكتوراه اونلاين ومعترف بها ومعتمد. شكرا. على المتابع ان هو حضرتك يتاكد ان هذه الجهات موجوده بالفعل، لها تراخيصها وهذا من حقه أن يسأل عليها، ولها اعتماداتها إن كانت لديها اعتمادات من أجهزة اعتماد، ويتحقق من مواقع أجهزة الاعتماد، ولو كان في وقت والله كان في أجهزة اعتماد كثيرة في العالم مشهورة، يعني باك في بريطانيا، أسك البريطانية، اي اي سي اي تي في أمريكا، اي سي بي اس بي في أمريكا، تريبل اي اكريديتيشن دي في أمريكا، يعني في كثير من هيئات الجودة والاعتماد اللي لما بنشوف إنها معتمدة جهة معينة بنثق تماما أن هذه الجهة لديها من أنظمة الجودة ومن الاعترافات والاعتمادات العالمية ما يكفي إن إحنا ناخد عندها تعليم أو تدريب أونلاين. ففي طرق عديدة نقدر نستوثق بها. شكرا. عفوا عفوا عفوا. بالتأكيد يا دكتور سيكون لنا لقاءات أخرى حول هذا الموضوع، يعني هذا موضوع مهم ويعني ابن اللحظة وابن الوقت كما يقولون، وفرض نفسه سواء في الوقت الحالي أو في المستقبل سيكون أكثر. دكتور سمير الوسيمي، استشاري الإدارة الاستراتيجية، استشاري التسويق الدولي وتطوير الأعمال، شكرا جزيلا لك يا دكتور سمير. شكرا جزيلا، شكرا لحضرتك. طيب بعد يعني هذه الفقرات الدسمة، تعالوا إلى ترويحة هذه الليلة وترويحة عن النفس وعن الروح، وسيكون ضيفنا فيها وبطل هذه الترويحة وإمام هذه الترويحة في هذه الليلة المنشد الدمشقي زكي العسلي، ونبدأ معه بأنشودة
نشاهدها سويا ونطرب بها، ثم نعود للحوار معه، وهي يا روضة المختار. يا أهلا ومرحبا بالمنشد الدمشقي زكي العسلي. أهلا بك أخي زكي، ويعني نرحب بك في هذه الليلة الرمضانية، وشكرا لوجودك معنا. بارك الله فيك أستاذ أيمن، وشكر موصول للجزيرة مباشر، وتحية كبيرة لجمهور الجزيرة مباشر، ورمضان مبارك على العالم العربي والإسلامي. طيب طمنا عنك يا أخي زكي، يعني كيف تعيش في هذه التداعيات، ويعني كيف حياتك؟ نحمد الله إليكم. والله هذه الكورونا يعني عطلت الأعمال وغيرت الأحوال، ونحن الآن من بيوتنا كما تتابعون، يعني ننهي كل أعمالنا على الإنترنت وعلى وسائل التواصل الاجتماعي، وأصبح أهل البيت يروننا بعد أن كنا في رمضان مشغولين جدا خارج البيت سبحان الله. مبسوطين أهل البيت ولا أنت عامل لهم مشاكل في البيت؟ لا والله، نحن من فضل الله سبحانه وتعالى يعني البيت القرآني بيكون دائما فيه السكينة وفيه الرحمة، وأنا يعني مساعد جدا، وعملت يا رب دايما برنامج عن مساعدة الأهل. هذا كان من سنن النبي عليه الصلاة والسلام، كان في مهنة أهله، فالرجل المساعد والمعاون ما بيلاقي مشاكل زوجاته إن شاء الله. طيب ارسل لنا هذه الفيديوهات، يعني كنا نعرضها طالما هناك فيديوهات يعني في المنزل، الوجه الآخر للمنشد زكي العسلي، وأكيد بتنشد وأنت تعمل أيضا وتطرب أولادك والأسرة. الله يبارك فيك، هذا أمر طبيعي كالنفس، يعني في بيت الإنشاد وبيت القرآن 24 ساعة بيسمعوا مني وأنا أكتب الأشعار وأنا أنشد وأنا أرسل لأمثالكم يعني من الكرام حول العالم. الحمد لله، ما شاء الله كرمك الله. أكيد هذا أهم جمهور من جماهيرك، يعني أولادك، ربنا يمتعك بالصحة والعافية ويسعدك بهم ويسعدهم بيك يا أخي زكي، لكن كما تسعدنا يعني دائما. لكن في الأولاد حد واخد طريق الإنشاد مثلك على نهج أبيه وجلباب أبيه؟ والله أولادي بفضل الله سبحانه وتعالى كلهم يعني موهوبون، وعندي الحافظ أنس أكبر أولادي، هو ماسك الإيقاع بالمجموعة الإنشادية بتاعتي، وفضل الله سبحانه وتعالى يعني متابعين دروسهم أوائل في مدارسهم الحمد لله رب العالمين، وهذا رأس مالنا يعني. ما شاء الله ما شاء الله. فكم عمرهم؟ ربنا يبارك فيهم. عندي الحافظ أنس الله يرضى عليه خلص بكالوريا وعم يعمل اليوز للجامعة، عمره 19 سنة، وإسراء 17 سنة، وبعدين تسنيم 13 سنة، ومحمد الفاتح، وعندي أيضا زينب وعمر آخرهم. ما شاء الله، إيه الأسماء الجميلة، ربنا يجعل لهم من أسمائهم نصيب يا أخي زكي والله. طيب
ممكن بقى هم طبعا بيسمعوك كتير، احنا عايزين نسمعك ايضا من المنزل الان، تنشد او تبتهل او تقرأ القرآن كما اردت. انا منذ فترة طويلة رحت انشد من كلامي، لان الله سبحانه وتعالى فتح علي نعمة الكلام وصرت اكتب كثير من الاناشيد. اخترت لكم اليوم هذه القصيدة، تناسب الحال الضيق لهذه الأمة في ضيق وفي ضنك وفي قلة ذات اليد. كتبت هذه القصيدة علها تكون إن شاء الله أملا لنا جميعا بإذن الله سبحانه وتعالى. يا رب. حمدا لربي دائما عند الألم، كم من فؤاد قالها ثم ابتسم. حمدا لربي دائما عند الألم، كم من فؤاد قالها ثم ابتسم. ثقة برب العالمين نقولها لنجاتنا في يوم لا يجدي الندم. إن كان يومي قاسيا فبفضله عشنا زمانا طيبا نعلو القمم. الله يهدي للشكور زيادة وتدوم بالحمد العطايا والنعم. فاجعل نبيا في شؤونك أسوة، فالرحمة المهداة طابا للأمم. أقدام طه في القيام تشققت، فتشبه روحي في تلك القدم. ما أوقدت شهرا بدار المصطفى نار للحم، فانظروا أهل الهمم. ماء وتمر زاده وهو الذي يأبى العروش ويرتضي رعي الغنم. فقه التبسم عند حبي آية، فقه التبسم عند حبي آية. وصلت إلينا سنة منذ القدم، ثم الصلاة على الحبيب محمد خير البرايا عربها. ثم العجم نسمات هواك أرجو تحيا وتعيش بها المهجو. ما الناس سوى قوم عرفوك وغيرهم همج همج. دخلوا فقراء إلى الدنيا وكما دخلوا منها خرجوا. قوم فعلوا خيرا فعلوا ولا درج العليا درجوا. الله الله الله، رائع رائع. يعني هو يعني هل هناك فرق ان المنشد ينشد من كلماته او من الحانه بيكون شعوره اقوى ويكون اكثر سلاسه واكثر تعبير وخارجه من قلبه، ولا يعني الموضوع مش فرق كثير يعني بين الحالتين؟ والله يا استاذ ايمن، لما تنشد من كلامك اكيد رح يكون الوقع والتاثير فيك اولا اكثر من الاخرين،
لأن المنشد سبحان الله كالمدفأة تماما. إذا لم يدفأ نفسيا يعني لا يمكن أن يدفئ غيره، والمنشد إذا لم يتأثر بالكلام لن يؤثر في غيره، وكما قالوا ما خرج من القلب يستقر في القلب وما خرج من اللسان لا يكاد يتجاوز الآذان. الله الله. طيب هو في سؤال بالتأكيد في ناس بتسأله، هو يعني عائلة العسلي في هذا الإنشاد إيه جينات ولا إيه ولا هو تشابه في الأسماء؟ كان معنا من الأسبوع القادم الأسبوع الماضي أخونا المعتصم بالله العسلي المنشد الرائع، أصوات العسلي يبدو أنها عسل جميعا يعني. الله يبارك فيك. المعتصم بالله هو سفير عائلة العسلي، نحن عائلة واحدة مؤلفة من 9 أبناء والوالد 10، تلك 10 كاملة. المعتصم واحد يعني واحد منا من أي درجة؟ أنت أخو يعني أنا يعني أنا أريد أن توضح هذا للمشاهدين لأن الصوت انقطع. نعم سيدي، نحن أسرة مؤلفة من 10 أشخاص، الوالد الأستاذ الشيخ محمد عارف العسلي المسمى في الشام المنشاوي الدمشقي لتشابه صوته وأدائه مع المنشاوي المصري طبعًا العالمي طبعًا. رحمه الله. نعم، وخلف 9 من الأبناء. هذا علم ما شاء الله. الله يبارك فيك. فخلف الوالد 9 من الأبناء، أسامة وعبد الناصر وزكي أنا، بعدين عمار ومعتصم هو الأشهر فينا حول العالم، ثم باسم وعمر ونور الدين وهبة الله. ما شاء الله، الله أكبر، ربنا يبارك في الأسرة، ويعني هذا نبت طيب وأسرة صدرت الكثير من الكلام الحلو أسعدت الأرواح كثيرا وأطربتها، فالله يعسل أيامكم. ممكن نسمع يا أخ زكي بناء على الطلبات اللي أشوفها يريدون أن يسمعونك مرة أخرى على الهواء مباشرة. يبدو أن الإنشاد أو الغناء على الهواء مباشرة بيطرب الناس أكثر، يجعلهم يشعرون بواقعية المشاعر بين المنشد وبينهم. سبحان الله، يعني البث المباشر حتى ضمن برامجنا عم يجيب مشاهدات أكثر، لذلك جزاكم الله خيرا على هذه الفرصة الطيبة لنلتقي جمهورنا عندكم. تفضل يا أخي زكي. سأنشدكم من كلماتي الجديدة في موشح دمشقي يحبه المسلمون حول العالم، كان مطلعه رمضان وتجلى وابتسم، فأقول مستعينا بالله سبحانه وتعالى: رمضان صيامك ينفعنا، رمضان قيامك يرفعنا، رمضان قدومك يمتعنا، لنفوز بتقوى مولانا، رمضان بصومك نتعاهد، رمضان بهديك نتعاضد، هيا لنصوم ونتساند، كي نبقى دوما إخوانا، رمضان ينور ظلمتنا، رمضان يوحد أمتنا، فلماذا نكرس فرقتنا، والله الخالق يرعانا، رمضان الفرحة والسعد، رمضان العزة والمجد، في غزوة بدر نحتشد، والفتح لمكة
بكت أحيانا رمضان دعاء في طاعات رمضان رضاء وقناعة للجسد دواء ومنع للروح جماع نك ريانا رمضان هدوء وصفاء رمضان طهور ونقاء رمضان عطاء وشفاء ننشر في الكون القرآن رمضان فقيرك مجبور رمضان غنيك مسرور والعبد الصالح منصور بالخدمة يسعى مجانا رمضان زيادة إيماني رمضان هدية حناني في ليلة قدرك تلقاني أدعو لنجوز النيران رمضان لقاؤك يحيني رمضان فراقك يضنيني بقبولك روحي تمنيني فارزقنا رب الغفران رمضان قبولك لي عيد رمضان زمانك تجديد والعيد سعيد ومجيد فارفع تكبيرا وآبادنا. الله 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 يا أخي زكي العسلي، بارك الله فيك وفي إخوتك وفي العائلة الكريمة كلها وفي أولادك، يعني وأسعدكم الله كما تسعدون هذه العائلة الكريمة. تحياتنا إلى عائلة العسلي جميعا وإلى دمشق وإلى سوريا جميعا، حفظكم الله. شكرا أخي زكي، سعدنا بك جدا. الله يبارك فيكم، الشكر موصول لك أستاذ أيمن وقناة الجزيرة مباشر وجمهوركم الكريم الطيب. أشكرك شكرا جزيلا، أشكر كل ضيوفي في هذه الحلقة وأشكر كل من تواصلوا معنا عبر كل يعني كل المنصات التي نفتحها لكم. شكرا جزيلا، ونستودعكم الله على أمل اللقاء بكم في الواحدة صباحا من بعد منتصف ليل الغد إن شاء الله، ونحن معكم طوال ليالي رمضان، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.